أعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم السلام عليكم حقيقه اليوم اخترت ان اتحدث اليكم في موضوع يؤرق المهاجرين دائما هذا الموضوع ربما يتردد الكثير من الذين ينوون الهجره بسببه وربما هرب الكثيرون من بلاد المهجر بسببه وربما عانى الكثيرون وشعروا انهم في ضيق في هذه البلاد بسببه. هذا الموضوع هو التربيه الايمانيه والاخلاقيه للابناء في المهجر. والحقيقه ان الموضوع ليس بالامر الهين ولا السهل. الموضوع موضوع حساس جدا والموضوع موضوع ذو قيمه عاليه جدا لانه يمثل عقيده الانسان يمثل اخلاقه ويمثل مبادئه اللي تربى عليها، ولذلك انه نحكي له انت حتروح وتخسر ابنائك هذا هاجس كبير كبير جدا. كثير من الناس يهاجرون وهم خائفون جدا هذا يمثل لهم رعب ان يخسر ابنائه. والحقيقه انه هناك تجارب حدثت وخسر العديد ولا نقول الاغلبيه، نقول العديد عدد من الناس خسروا ابنائهم وكانهم المثال. ولكن هذا الامر يحتاج الى رويه، يحتاج الى هدوء، يحتاج الى تفكر حقيقي. لما وصلت كندا بعد فتره بسيطه قال لي ابني بابا انا لقيت ايماني انا وجدت ايماني استغربت من الكلمه كان في خوف كبير على انه الولد يعني يتوه ولكن بعد فتره يخبرني بهذا الخبر ويقول لي انا وجدت ايماني حسيت كانه عكس التيار الناس عادة تخوف من فقدان الإيمان فقدان الأخلاق لكن أنا وجدت ابني بقول العكس فهذا الأمر يحتاج أو احتاج مني إلى توقف فسألته كيف وجدت إيمانك لي أنا في بلادنا العربية كنت أروح أصلي كنت أروح على الجمعة كنت امارس العبادات كجزء من ثقافة المجتمع كجزء من عادات المجتمع كجزء من ممارسات المجتمع لكن هون أنا أشعر بنفسي إني بمارس عبادتي لأني أنا محتاج وأنا بدي أنا أرغب أنا مقتنع اللي حولي ما بيفرضوا علي هذا الأمر مش الأغلبية اللي حولي بيعملوا هذا الكلام لكن أنا لما أعمله بحس إنه أنا مقتنع إني لازم أعمله راغب بإني أعمله مؤمن إنه لازم أعمله فوجدت هذا الإيمان داخلي شعرت فيه داخلي هون محتاجين نتوقف وننصف ونزن الأمور بميزان عدل خلونا ناخذ المسألة في هذه البلاد اللي نعيش فيها ونقيم القيم الموجودة في هذه البلاد، هل كل القيم الموجودة قيم فاسدة؟ هل كل القيم الموجودة قيم رائعة؟ هل القيم الموجودة قيم تتماشى مع ما يدعو إليه ديننا؟ ولا هي مختلفة وتتناقض معها بالكلية خلونا نأخذ بعض الأمثلة لما نتحدث عن مخاوفنا ما هي مخاوفنا مما نخاف بالتأكيد نخاف على معتقد الولد والبنت نخاف على علاقاتهم الجنسيه ونخاف على المسكرات والمخدرات وما الى ذلك هذه مخاوفنا ولنا الحق ان نخاف هذه قضايا مهمه جدا لكن كما قلنا هل هذه البلاد تنحصر بهذه الامور ولا هناك ايضا امور مهمه جدا علينا ان ننظر اليها حتى تكون كفتي الميزان عادلة وعلى الأقل منصفة على الأقل أن ننظر إلى الكفة الأخرى ونقيمها ماذا يوجد في الكفة الأخرى أنا أبدأ بهذه الميزات ثم بعد ذلك أرجع للمخاوف ومن كان يعتقد مثلي أن هذه ميزات أظن أنه يعني افضل وادعوه واتمنى ان يعلق في التعليقات هل هذه ميزات لهذه البلاد التي نعيش فيها ولا ليست ميزات؟ يعني الكذب الكذب خلق الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل قالوا له يا رسول الله ايزني المؤمن؟ قال يزني نعم. الا يسرق المؤمن؟ قال يسرق. قالوا أيكذب المؤمن؟ قال لا يكذب. قيمة الكذب هذه ألا نجدها واضحة في هذه البلاد أنها صفة مذمومة مرفوضة يستعر منها أه لا أقول كل أبناء المجتمع ولكن الغالبية العامة من أبناء المجتمع في هذه البلاد وربما نجد بعض المجتمعات يصاب بالعار مسؤول إذا كذب، ولكن في مجتمعات أخرى المسؤول يكذب ليل نهار وليس له من رادع ويبقى مسؤولا، الإعلامي يكذب ليل نهار ويبقى في مكانه حتى لو ثبت بالجرم المشهود أنه يكذب، هذه قيمة قيمة عالية جدا والإسلام يدعو إلى هذه القيمة بوضوح، بل يعتبرها صفة لازمة للمؤمن. التعامل الإنساني، والنظرة إلى الأمور بطريقة إنسانية، والتعامل مع الآخرين دون ازدراء، بدون عنصرية، وهذا لا يعني أني أقول أنه لا يوجد في المجتمع عنصريات أبدا هناك عنصريات ولكن أن تكون هذه قيمة ومن تلصق به يحاول أن يتبرأ منها وينظر أنها شيء يخزيه بعكس بعض المجتمعات التي يخرج فيها البعض ويتبجح بعنصريته ويرى أنها أنها من حقه هذه قيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنة. هذه قيمة في صلب ديننا. نجد ان المجتمع يدافع عنها ويحض عليها. لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. قيمة المعاملة الإنسانية للمحتاج أو الضعيف. هذه المعامله الانسانيه اللي ربنا قال عنها ولقد كرمنا بني ادم هذه الكرامه اللي الانسان عليه ان يعامل بها الانسان الاخر وان يتعامل بها اين يمكن ان نجدها هذه الكرامه؟ هذه الكرامه قيمه الإسلام يحض عليها ويدعو لها يدعو لهذه القيمة الحرية الحرية قيمة كبيرة جدا دعا لها الإسلام من أول يوم وأنا أذكر العبارة الشهيرة لعمر رضي الله عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا هذه قيمة عظيمة جدا. أين نجدها؟ البعض يظن أنه هذه تهديد أنه الحرية تهديد. لكن هي قيمة من القيم التي جاء بها الإسلام وكل الأديان جاءت بها. كونك تستغلها خطأ أو تستغلها بشكل حسن هذا يعود لك، لكنها قيمة. فمن شاء فليؤمن. ومن شاء فليكفر حريه قيمه العداله رب العالمين يقول اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هذه قيمه قيمه العداله قيمه ليست بالامر الهين ولا السهل قيمه عظيمه جدا العداله بها يصلح الناس ويصلح شانهم فأين نجد هذه العدالة؟ العدالة بين كافة فئات المجتمع، أن يكون الناس سواسية تحت القانون، وأن يكون القانون عادلا أو أقرب للعدالة. الغش، أليس الغش جرم حرمه ديننا ونهى عنه وحذر منه من غش فليس منا؟ صريح العبارة من غش فليس منا هذه قيمة أين يمكن أن نجدها التطوع والبذل والعطاء قيمة قيمة لما الإسلام يقول أنه كل ما يولد كلما كل كلما يستيقظ الإنسان يكون في كل سلامة يعني في كل عقلة من من جسمه في كل مفصل من جسمه عليها صدقة بده يتصدق هذه قيمة وين نجد هذه القيم؟ أين يمكن أن نجد هذه القيم؟ التطوع لما دولة 40% 30% من وظائفها وأعمالها التي تنشأ فيها قائمة على التطوع لما يكون الطوابير في التطوع كبيره يعني حتى 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 تدخل في اطار ومجال التطوع تقف في طابور حتى ياتي دورك. كثير من الناس يرغبون بالتطوع والدوله تحض على هذا التطوع هذه قيمه. حب الاخرين والاحسان اليهم والبشاشه في وجوههم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذه قيمة. ألا تجدها؟ ألا تجد هذه القيمة؟ بشاشة الناس. إتقان العمل. لما احد يعمل عمل يتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. هذه قيمة. قيمة عظيمة جداً. هذه قيمة تجعل الناس في راحة واطمئنان لما تسلم عملها للآخر التوازن النفسي والسلوكي بين المدرسة والبيت والشارع لما يكون هذه القيم موجودة ومتناثرة وموجودة في كل مكان تخلق تناف... توازن في النفس البشرية العمل والمثابرة والجد وعدم التكاسل ربنا يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذا العمل والمثابره في العمل اذكر مره في مؤسسه من المؤسسات الرسميه الحكوميه دخلت عليها وكان في طابور كبير كان يعني دوري بيجوز مطول يعني فنظرت كان في واحد من اصول اسيويه موجود فلما شافني دخلت نظر الي وابتسم حكالي: أنا صار لي ساعة تعرف بتعرف ليش أنا صابر على هذا الوقت كله؟ حكيت له ليش؟ بحكي لي لأنه الموظفين اللي عمالهم بيشتغلوا من أول ما دخلت ما توقفوا عن العمل. من أول ما دخلت هم يعملوا بجد ونشاط وهمة ودون فتور. فاستحيت إني أمل من جلستي هون وهم ما تذمروا من عملهم بهذا الجد والنشاط هذه قيمة قمة الع... قيمة العمل والمثابرة والمتابعة عليه بناء الشخصية للأبناء ما بنحس أنه أبنائنا لما دخلوا المدارس بنيت لهم شخصية مستقلة هذه قيمة كبيرة جدا هذه القيمة وغيرها قيم قيم اخرى الا تجدوا معي انه في هذه البلاد هذه القيم موجوده وحقيقيه اذا لما ننظر الى الميزان نحتاج الى ننظر،, إن ننظر الى الكفتين لا ننظر الى كفه واحده فقط اذا اقرينا انه هذه قيم حقيقيه موجوده وهذه القيم هي في صلب وانا اقول انتبهوا هذه القيم في صلب الدين اي دين بما فيه الاسلام في صلب الدين في صلب ما دعا اليه الله بل ان في هذه القيم اسس من الاسس التي بدا فيها الاسلام يعني الحريه والعداله هذه من بدايات الاسلام ولذلك حين ننظر إلى هذه القيم علينا أن نعطيها حقها. المناخ العام الموجود حولنا يساعدنا على أن نربي أبنائنا بهذه القيم. علينا أن نعترف بذلك. المناخ العام في هذه البلاد يساعدنا بكل سهولة أن تنمو هذه القيم داخل أبنائنا. فقط علينا أن نحفز ونشجع ونكون يعني مربين حقيقيين حتى تنغرس هذه القيم داخل أبنائنا فلنقر ونعترف أن كل هذه القيم موجودة ومتاحة وتجد المناخ المناسب في هذه البلاد يتوقف الأمر علينا نحن طيب، لنعد ونسأل أنفسنا عن مخاوفنا. هناك مخاوف. مخاوف حول العقيدة، حول العلاقات الجنسية تحديدا، وحول المسكرات، المخدرات وغيرها. مع كل هذه المخاوف التي أنا أقر أنها مخاوف حقيقية، ويجب أن نقف عندها. لكن علينا أنه ننظر إلى المناخ الموجود. المناخ فيه ثلاث أجواء مهمة جدا. إذا احنا انتبهنا لها ستساعدنا على التعامل في هذه القضايا. أول أمر الحريات. الحرية أساس مهم جدا في هذه البلاد، والحرية لا ينفع أن تكون مشروطة، بتبطل حرية، طبعاً الحرية دون الاعتداء على حقوق الآخرين، ولكن الحرية الذاتية إذا كانت مشروطة ما عادت حرية، لنعترف، طيب هل الحرية تخيف أم الحرية تفيد؟ الحرية في الأصل أنها مناخ مهم جدا للاختيار، يعني الله سبحانه وتعالى ذم الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني رفض أن يكون أساس الإيمان الوراثة أو تقليد الآباء تقليدا أعمى وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذه الحريات هي التي تكشف حقيقة الإيمان فلو نظرنا في مرآة حقيقية، وسألنا أنفسنا، هل إيماننا حقيقي؟ أم نمتلك إيمانًا مزورًا؟ ربما يكون السؤال صادم، ولكن ما الذي يكشف حقيقة الإيمان؟ تكشفه الحريه تكشفه الحوارات الجاده تكشفه صدق وشفافيه السلوك اذا انا فرضت على ابني ممارسه معينه او فرضت عليه تصور معين وهو لا يفهم شو هذا التصور وإنما يتبناه ولا يفهم لماذا يمارس هذه الممارسة فقط يمارسها ولا يهتم بأن يسأل وإذا سأل يعاقب ممنوع أن يسأل ممنوع أن يمشي عكس التيار تيار المجتمع حتى لو كان المجتمع مش فاهم. والحقيقه اريد ان اذكر شيء. ان كثيرا من التصورات التي يتصورها المجتمع عن الدين هي في حقيقه الامر خاطئه. هي تصورات شعبيه وممارسات تقليديه وكثير منها الدين بريء منها تصور آه انه اترك العمل وهذه الاقدار هي التي تتولى تتولى امرك هذا تصور مش صحيح موجود موجود في مجتمعاتنا ولكنه تصور خاطئ نظره الناس للاقدار نظره الناس ل آه الأمر معروف والنهي يعني عن المنكر إنكار المنكر هذا هذه التصورات أصلا تحتاج إلى مراجعة إذا الحريات تؤمن المناخ الذي يضمن الإيمان الحقيقي والقمع لا يمكن ان نعرف منه مؤمنا من غير مؤمن لانه ليس بيده الا ان يؤمن ظاهريا الصدق هذا واحد من الاسس المهمه جدا الصدق في التعامل الصدق في الراي حين يسالك ابنك او تساله عن تصوره في امر معين أو ممارسة معينة ويكون صادقا معك هذه قيمة عظيمة جدا ومهمة جدا حتى لمن يريد أن يربي ابنه تربية إيمانية حقيقية العقل والقلب شوف الله سبحانه وتعالى يقول أم لهم قلوب لا يعقلون بها ربط العقل بالقلب حتى تستقيم يجب أن يتوازن ما تعقله مع ما ترغبه وما يدعوك اليه قلبك الضمير هذا امر مهم جدا نحتاجه في مناخ التربيه فاذا توفرت هذه الامور الحريات الصدق و وضوح العقل والقلب والتعامل معهم ورفعهم، إذا هذه الأمور كانت أو هذه الأسس كانت موجودة في البيئة التي نربي فيها أبنائنا، يبقى الأمر علينا نحن. إما أن تربي ابنك تربية إيمانية عظيمة جدا أفضل من أي مكان فيه تحجيم وفيه توحد لمعتقد أو لرأي أو لتصور وأفضل من أن تربيه في مكان منغلق أفضل بكثير أما إذا لم تحسن التعامل مع هذه المعطيات مع هذا المناخ فليست المشكلة في المناخ المشكلة فيك أنك غير مؤهل لتربيه ابنائك. وانا اقول هذا الكلام مع علمي ويقيني ان التربيه في اساسها توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن اسباب. نحن اسباب. وهذه الظروف هي اسباب. من استطاع ان يستفيد من هذه الظروف سيخرج ابناء صالحين حقا. أما من يهرب من هذه الظروف فهو يلجأ إلى الخفية إنه يخفي عيبه يخفي نقصه ويخفي نقص أبنائه من أراد أن يربي تربية صالحة عليه أن يربي في مناخ من الحرية من عود أبناؤه على الحوار بالتأكيد سيستمر في هذه البلاد معهم على الحوار والحوار الصادق الواضح هو أساس العقيدة الصلبة فإذا لم تستطع أنك تحاوره لم تستطع أنك تقنعه تعلم اقرا، ابحث، استشر، وهنا هناك امر مهم، لما تستشير في تربيه ابنائك، لا تستشر احدا خارج هذه البلاد وخبرتها، لا تروح تشاور حد في بلادنا العربيه والـ 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 والاسلاميه، شاور ناس عندهم خبرة في التربية في هذا المناخ، في هذه الأجواء، مش ناس خبرتهم في أماكن مختلفة ويأتيك يعطيك أدوات للعلاج أو يعطيك استشارة لا تنطبق أبدا ولا يفهم أبدا كيف تعيش وكيف يعيش أبنائك ما هو المناخ الذي يعيشون فيه. وأقول لكم، كل من لا يقدر هذه القيم اللي ذكرناها الكثيرة إضافة إلى القيم اللي فيها مخاوف أيضا المهمة جدا، كل من لا يقدرها هو إما شخص لا يقدر قيمة إيمانه أو شخص لا يقدر قيمة هذه القيم التي يعيش فيها. المتوازن يجب أن ينظر إلى كفتي الميزان والذكي الحكيم من يستطيع أن يستفيد من هذا المناخ بكل القيم هذه الموجودة فيه حتى يؤثر ويربي ابنه أو بنته إيمانيا أخلاقيا على النهج السليم ولحديثنا بالتأكيد بقية حتى نكمل في حديثنا عن بعض الأدوات والوسائل التي يجب أن يقوم بها وينتهجها الأبوين حتى يخرجا ضمن هذا المناخ في هذه البلاد الغربية يخرجا مؤمنا حقا، خلوقا حقا، مؤمنة حقا، خلوقة حقا. ضمن هذه البيئة. أنا سأخذ يعني بعض تعليقاتكم قبل أن ننهي هذه الحلقة. موضوع يستحق النقاش أشكرك فاطمة. يسعد مساك، موضوع قيم وكثير كثير مهم المجتمع الكندي يحتوي على كثير من القيم والمبادئ في ديننا الحنيف من مساعدة المحتاج ومن الصدق وأكيد المساواة وكثير من المبادئ. الأهل دائما عندهم خوف أن أبنائهم يستقلوا بعيدا عنهم لأن كندا تعزز التربية بشكل كبير أو تعزز الفردية بشكل كبير. كندا تعزز او الاجواء في كندا والمجتمع يعزز الاستقلال هذا له كمان اثر ايجابي يجب ان نعترف فيه اللي هو تنميه الشخصيه المستقله عند الابناء انه تجد في بعض المجتمعات العربيه الابن او الابنه بصل عمره ل 30 سنه وما زال تحت كنف والديه مش عارف يتحرك او يقيم لنفسه شيء بينما في مجتمعات تهتم باستقلالية الأبناء أيضا في إيجابية أن الأبناء يكون لهم شخصيتهم يكون لهم منطقهم يكون لهم قيمتهم لا ينظر إلى قيمته من خلال قيمة أهله وهذه من مأساتنا اللي كنا موجودين فيها لما ابن عشيرة معينة يستلم منصب لأنه ابن فلان وفلان وابن العشيرة الفلانية مش لأنه عنده هو الكفاءة بينما لما يشعر الابن والابنة أنه يجب أن يعتمد على نفسه حتى يستطيع أن يقوم بأموره ويعمل بالتأكيد هذه إيجابية له وللمجتمع صح هناك فردية هناك استقلالية ولكن الجانب الايجابي فيها عظيم جدا يجب ان ننظر له ونغذيه وفي تربيتنا ننزع الجانب السلبي اللي يجعل اللي احنا نخاف منه كاباء وامهات اللي يفقد الابن والابنه الانتماء الخوف من عدم الانتماء لكن مش حتى نجعل عنده انتماء نعدم شخصيته لا هو أنا بصير تبعية مطلقة مش تبعية إيجابية موضوع قيم ومهم جدا يحتوي المجتمع الكندي على العديد من القيم والمبادئ في دين حنيف صحيح عندنا النقطة للاسف هي مخاوف يلي عم تذكرها منتشره بالوطن العربي بطريق بطريق مخيفه وبطريقه خفيه لكثير من الاحيان صحيح صحيح المخاوف اللي بنتكلم عنها صارت موجوده الاخلاق للاسف السلبيه صارت موجوده ما عاد هناك يعني إمكانية أن نقول أن هناك مجتمع بريء ومبرأ من هذه الأخلاق ومن هذه المخاوف أبدا ما رأيك بحرية عدم الاعتقاد بأي دين مش رأيي أنا سامي حبيبي ربنا بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا أساس في ديننا وأصلا هذا اللي يؤكد كلامنا على أنه ما بينفع يكون تدين مزور أو مزيف وإيمان مزيف يجب أن تعطي الحرية لكل الناس حتى يجهروا بما يؤمنوا به هذه الحرية هي التي تريدها الإسلام لأنه الإسلام لا يريد منافقين الإسلام يريد مؤمنين من تميز وجودنا في كندا انه دائما بنسعى نتمسك بعاداتنا وديننا واخلاقنا لان من خاف من النقص لانه عايشين ببلد بنخاف من, من النقص لانه عايشين ببلد اجنبي بالمختصر عندي قناعه انه تربية الاولاد واحده في كل البلدان نوعا ما صحيح المجتمع يساعد وانا كما قلت في قناعتي انه هناك كثير من الاجواء والقيم الموجودة في هذا المجتمع يمكن أن نستفيد منها لتربية أبناء التربية الصحيحة ويجب علينا أن نعطي الأمور الأولوية الحقيقية الأولاد بكندا بالمتوسط أخلاق أكثر من أهلهم لا تقلق عليهم أباء لا أنا مش قلقان عليهم أنا خلقان على الأباء تحياتي اخي نوروز اشكر حضورك معنا انا ساختم وان شاء الله نتابع في الحلقه القادمه بالعربي الفصيح على كنار تي في بنفس التوقيت الساعه العاشرة مساء وسنكمل في بعض الادوات والوسائل اللي يحتاجها المربي حتى يربي ابنائه وعلينا كما قلنا انه ننظر الى كفتي الميزان هذه القيم الايجابيه التي مهم جدا أن, ان ان ان, ننظر اليها وان نستفيد منها والمناخ يحفز على ذلك والقيم او المخاوف التي نخاف ان نخسرها ابنائنا ان ننظر اليها ايضا ونحاول ان نستفيد من المناخ لمعالجه هذه المخاوف وقد تكون هي مخاوف لضعفنا وتقصيرنا ونقص خبرتنا ونقص معرفتنا وضعف في إيماننا نحن فلا نستطيع أن نواجه في أبنائنا لذلك واحدة من أهم الأمور اللي علينا أن نتدرب عليها ونعرفها ونفهمها جيدا وهذا سنتكلم في اللقاء القادم الحلقة القادمة وهو موضوع تعلم الأباء اخذ اخر اخر تعليق ضمن مبادئ التربية, التربيه الاخلاقيه السليمه التخلي عن فكره ادلجه الطفل دينيا فكريا وبذل كامل المجهود في تعليم الطفل ادوات التفكير المنطقي ودفعه باتجاه التعبير عن نفسه دائما بهذه الطريقه يمكن ضمان وجود ارضيه سليمه دائمه للحوار بما يضمن التاثير فيه دون فرض او اكراه حقيقي ترك الطفل دون توجيه خطا، لكن ان نملي عليه طريقه التفكير هذا ايضا خطا علينا ان نعطيه الادوات كما قالت الاخت تغريد، علينا ان نعطيه الادوات وعلينا ان نمكنه من ان يطور ادواته وان نخلق بيئه وجو من الحوار والحوار هو الاساس وقبل الحوار أن تمكنوا من التعبير عن ذاته عن نفسه أهم شيء شوفوا الله سبحانه وتعالى المعجزة التي جاء فيها آدم اللي تحدث فيها أمام الملائكة أنه علمه الأسماء كلها علمه كيف يعبر أول شيء علينا أن نعلم لأبنائنا التعبير إذا استطاع الإبن والإبنة أنهم يعبروا عن أنفسهم يعبروا عن تصورهم يعبروا عن مشاكلهم سنحل نسبة كبيرة جدا من خوفنا عليهم لانه وقتها لما بكون عندهم حرية للتعبير وبيعبروا بشكل صحيح سنستطيع ان نحاورهم وسنعرف حتى نقصنا نحن في حوارنا معهم فنكمل هذا النقص ونطوره فينا وفيهم الحوار والقدرة على التعبير واحدة او معيار مهم جدا في قدرتنا على تربية أبناء التربية الصحيحة. أشكركم على المتابعة ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج بالعربي الفصيح على كنار تي في يوم الإثنين الساعة العاشرة مساءً إلى اللقاء.